السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن برنامج الطف برو 3.31 فيرسيون فينال، يعني هو برنامج جديد الذي يمكن من زيادة الزيارات لحساب أطفلاي ولي لليان ديال موقع أطفلاي لزيادة الربح من اختصار الروابط. يعني أول حاجة يعني غادي نقوم ب تحميل البرنامج، يعني اللينك كاين على الديسكريبشن. كندخلوا البرنامج، الايقونة البرنامج يعني هي بهذا الشكل. هذا كنقوم بتثبيت البرنامج اولا كما تلاحظون. ممكن نعطيه صلاحية الأدمين لهذا البرنامج. نعم، انتهينا من تثبيت البرنامج. كنمروا للمرحلة الثانية وهي مرحلة دخول البرنامج. هي أيقونة النقر على البرنامج أطفلاي بوت برو. كيظهروا لنا جوج ديال، كيظهر لنا الان الصفحه ديال البرنامج، يعني فيها مكان للينكات ومكان للبروكسيات. يعني من اللينكات كنقوم بأد، يعني لإضافة لائحة اللينكات والتي يعني كنختصرها انتيا، كتقوم بإضافتها إلى ملف تكست وبالتالي كيضاف إلى القائمة ديال البرنامج. يعني نعطي واحد مثال، هو يعني قمت باختصار بعض الروابط و يعني لا كوبي كولي الى ملف تكست باش يتمكن باش يفتح البرنامج بكل سهوله. يعني كتقوم باد هنا، يعني هي كنمشيو للمكان ديالها دوسي، ثم كنمشيو للخانة ديال use proxies. يعني حتى هي كذلك كنضيف القائمة ديال البروكسيات، يعني قائمة البروكسيات اللي هي ضرورية واللي غادي تمكننا من فتح تلك الإعلان تلك الروابط ومشاهدة الإعلانات بطريقة تلقائية. هي كندخل عليها، نتسناو فقط استجابة البرنامج. نعم، الآن يمكن لنا باش كنديرو ستارت بوت، وكنشاهدو هنا في الأسفل توتال كليك تايم أوت أند لينك، يعني كتبين لنا الآن بدات عملية البرنامج اللي يمكن نخليه دابا يخدم يعني بوحدو بدون أي مشكل. نرجعو فقط القضية ديال البروكسي، يعني لأخذ بعض البروكسيات أنصحو باستخدام برنامج بروكسي فايندر. يعني الرابط ديالو كذلك سيكون في المرفق في ديسكريبشن. بروكسي فايندر هو هذا البرنامج اللي كيمكن لينا من اخذ البروكسي. يعني كنديرو فايند، طبعا الضغط على فايند يعني كيعطينا لائحة البروكسيات الموجودة التي هي الأساسية اللي غادي تمكننا في قراءة في مشاهدة تلك الروابط مختصرة تلقائيا. نتسنى فقط من البرنامج، من بعد ذلك يعني بعد النهاية كنقوم بعملية سيف. غادي تحفظ لنا هذا البروكسي على شكل ملف تكست. هيا في الطريقة هذي نقوم بمورجستري. هيا اخترنا، ممكن الان دابا نضيفوها بكل سهولة للبرنامج ديال أطفلاي بوت.
يعني كنشكركم على متابعتكم الحلقة. اللينكات للتحميل البرنامج أدفلايبوت 3.3.1 ولتحميل البروكسي فايندر لأخذ البروكسيات ستكون مرفقة في ديسكريبشن الفيديو. شكرا وإلى اللقاء.